السؤال التقليدي اللي بيتسأل دلوقتي لكل النقاد والمحللين والصحفيين والمدربين والجماهير، مصري ولا اجنبي؟ وكأن الموضوع في المصري او في الاجنبي، بس خلينا مع الناس، مصري ولا اجنبي؟ عارف يا كابتن، لما الناس بتتكلم دايما على عشوائيه اتحاد الكوره وان الفوضى بتاعه اتحاد الكوره ومفيش نظام في اداره الكوره المصريه، الكلام ده صحيح. لان هم واخدينها ازاي يا كابتن؟ اخر مدرب كان موجود تم اقالته شوقي غريب، مصري، يبقى اللي جاي اجنبي. معرف. قبل شوقي غريب كان برادلي اجنبي، يبقى اللي بعديه مصري اللي هو شوقي غريب. قبل برادلي كان حسن شحاته، يبقى اللي بعديه اجنبي. قبل حسن شحاته كان موجود المدرب الايطالي طاردلي. يعني هم ماشيينها مره ما فيش حاجه اسمها مقاييس. نفس، خلي بالك، ونفس الاسباب. يعني الاسباب هي هي. لما هي اسطمبه واحده. بس هو المصري يعرف اللعيبه المصريه كويسه وعلى قد فلوسنا، بس لا الاجنبي، لا احنا عايزين تطوير وعايزين حاجه شامله عشان نحط خطوه، بس لازم يبقى عنده خبره بدل الكره الافريقيه. وخطه طويله الاجل علشان نوصل كاس العالم. بالظبط كده. وفي الاخر ما نوصلش كاس العالم ولا بنعمل البتاع ده. وثبت بالدليل يا كابتن وائل ان اللي بيحقق بطولات هو المدرب المصري. باستثناء مايكل سميث في 86، مفيش ولا مدرب اجنبي مسك المنتخب وربنا نفخ في صورته وهداه كده وجاب لنا بطوله. حتى في المنتخبات الاولمبيه او المنتخبات الناشئين، شوقي غريب هو اللي حقق الانجاز مع منتخب الناشئين. جم كرروها بعد كده مع سكوب في كاس العالم اللي نظمته مصر، فشل ذريع. هاني رمزي مسك المنتخب بعد منه المنتخب الاولمبي، تاهل بيه لاولمبياد لندن. يعني احنا كلنا بنلف في حلقه مفرغه، واحنا عارفين النتيجه في النهايه ما بتتحققش نتائج للكره المصريه الا مع المدربين الوطنيين. طبعا المدربين الوطنيين يعني بيتاثروا بالاعلام والصحافه ومش عارف ايه. مين اللي قال كده؟ حسن شحاته كان موجود وما كانش بيتاثر بالاعلام ولا كان بيتاثر بالصحافه. وبعدين احنا ليه دايما بنحط الصحافه والاعلام شماعه؟ شوف بره كابتن وائل الصحافه الاجنبيه بتتكلم على منتخبات بلادها ازاي، او بتتكلم على الفرق بتاعتها ازاي. احنا ناس طيبين جدا. والله يعني اقرا الصحافه الاسبانيه او الصحافه الايطاليه، طيبين جدا. النقد اللي انت بتتكلم عليه ده شوفوا بره بيتعامل ازاي، الناس بتتعامل بره ازاي، اتعاملت ازاي مع المنتخب الاسباني لما خسر في نهايات كاس العالم ومن الدور الاول وخسر اللقب بتاعه. شوف الكاريكاتيرات اللي كانت بتتعمل على ديل بوسك المدير الفني للمنتخب الاسباني، كانوا بيسخروا منه في محدش لا زعل ولا رفع قضيه ولا اتكلم، ده نقد مباح عندهم. انا بقول لك احنا هنا ناس طيبين.